النهارده هنعمل مع بعض ندور البتينه مع بعض ان شاء الله. في ناس طلبتها مني كتير ازاي بتدور البتينه وبتعملها بزيت ايه والكلام ده. دي انابيب بتينه، ده انابيب زيت بتستخدم في الرسم. رقم مثلا 409 ده زيت مفتاحين. احنا طبعا بنفضيه في الازاز بتاعتنا عشان خاطر الكيلو بيتفتح ما بيتفتحش تاني. طبعا بنحط زيت كتير لما بنقلب الانابيب بتاعتنا مع الزيت، بنسحقها كويس بالطريقه دي. بعد ما دورنا البتينه بتاعتنا بنشتغل بيها على طول. تعال انت يا اسطى عشان نشتغل. طبعا البتينة معايا تقيلة جدا، فأنا لازم أخفها شوية عشان تقدر تمشي معايا في الفرش. طبعا يا جماعه في اماكن بتبقى غامقه، انا طبعا لازم اخلي البتينه كلها موحده لون واحد، ما يبقاش حته مكان غامق ومكان فاتح. طبعا انا بعد ما مليت الجزء ده مثلا في مكان غامق ومكان فاتح، طبعا انا بالفرشه بتاعتي بقدر ان انا اشيل الغامق اخليه ايه مظبوط كله ميه واحده كده بالطريقه دي. بعد كده بالفايبر زي ما انتم شايفين كله درجة واحدة ومية واحدة، وامسح الحاجات العالية بتاعتي.
كده اكون انا انتهيت من البدينه بتاعتي ونورت القيمه بتاعتي. طبعا لو انا عايز اسيبها كده اسيبها، او عايز الزقها ذهب ستيكر، ذهب تركي، ذهب انجليزي، طبعا انا بلمع وبعد كده ان شاء الله بلزق الذهب بتاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.